صباح الفل. النهارده انا معايا البطل القوي اللي انتوا شايفينه ده، كابتن عبد الحميد. ده بيروح الجيم، خلي بالكم، كل يوم. النهارده بقى هيقول لنا ايه الحاجات اللي هو بيعملها في الجيم، وهيورينا شويه تمارين. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين يعني الفورمه ما شاء الله، عامل شغل جامد يعني. فهنبدا مع بعض. جاهز؟ طبعا في مشكله بتواجه اولياء الامور، ازاي يعرف ابنه بيلعب رياضه ايه، لان طبعا مش كل لعيب بيأدي نفس الرياضه. يعني في العاب صعبه زي كره القدم لعبه صعبه شويه، في العاب اسهل شويه زي البولينج، في السباحه لعبه برده صعبه شويه. ففي مش كل رياضه بيقدر اولي الامر يوجه ابنه ليها، لان هو ما عندوش مش تربيه رياضيه مثلا زي حالاتنا، فممكن يقدر يفهم الكلام ده كله. فولي الامر بيبقى معذور اللي هو عايز يوجه ابنه للرياضه اللي تناسبه، فده بيتم عن طريق مراكز تدريب. احنا عندنا مراكز تدريب بتتم في المحافظات، طبعا بتتم بدون مقابل، يعني ولي الامر ما بيكلفش حاجه، سواء اذا كان ولي الامر عنده مبسوط يعني في ماديا او قليلين، لان في فئه كبيره ظروف الماديه صعب. فبتتم عن طريق مراكز تدريب، بيبدا المدربين المختصين في مراكز تدريب، طبعا مدربين مؤهلين عن طريق الدورات التدريبيه بالاولمبياد الخاص، يبدا يوجهه للرياضه اللي تناسبه، افضل رياضه ليه. ممكن اللاعب بيلعب رياضه واثنين، لا ممكن يشارك في رياضه واثنين، فبيختار له انسب رياضه اللي تناسبه، سواء بدنيا سواء صحيا سواء نفسيا. في رياضات بتحتاج قدره ذكاء كبيره، بالذات في الرياضات الجماعيه اللي انت تقدر تتعاون مع زمايلك، في رياضات فرديه زي تنس الطاوله بتعتمد على قدراتك انت بس. فكل الكلام ده كله عن طريق المدربين المؤهلين يقدروا يوجهوا اللاعب.